أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. وبخاصة النواب الذين يخونون مسؤوليتهم الوطنية بافتعال الفراغ في سلطة الرئاسة الأولى في لبنان. الراعي يهاجم معطلي الانتخابات الرئاسية لخدمة مصالح خارجية وشخصية. بكرة بيجيبوا لنا اياه قديه، واذا تخالفنا بوحده بيجوا بيشيلوا لك الساعه. فوبيا فواتير الكهرباء المتراكمه تقلق المواطنين بشان اليات الدفع وكيفيته. عمليات طعن في تل ابيب والضفه الغربيه المحتله، والاحتلال يقتل فلسطينيا ويعتقل اخر بوحشيه. صباح الخير. عاد الكلام يتردد بقوة عن تحريك أزمة الفراغ الرئاسي مع المراهنة على فتح أفق لهذا الملف من خلال تطورات دولية إقليمية محددة، في مقدمها الحوار الغربي الإيراني في شأن الملف النووي الإيراني. وقد برز أمس ما نقله رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن عن الرئيس نبيه بري لجهة كونه يرصد ظروفا داخلية وإقليمية متفاعلة تنبئ بإشارة إيجابية قد تخدم التوجه نحو تشجيع الأفرقاء الداخليين للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية. وفي الإطار عينه نقل زوار آخرون عن بري تنبؤه بإدارة محركات البحث بقوة عن أسماء توافقية، توصلا إلى إيجاد شخصية وطنية جامعة لا تحول أي موانع دون توليها سدة الرئاسة الأولى. ونقلوا أيضا عنه أمله في إنجاز توافق رئاسي يتيح إنهاء الشغور في قصر بعبدة قبل نهاية السنة الجارية. هذا على الخط الرئاسي. أما فيما يتعلق بقانون التمديد لمجلس النواب فقد يصبح نافذا بدءا من صباح اليوم وفور نشره في الجريدة الرسمية. وتتزامن هذه الخطوة مع إحياء ذكرى مرور 20 سنة على انطلاق عمل هذا المجلس الدستوري الذي سيعقد رئيسه عصام سليمان مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن هذه المناسبة، وربما سيتطرق فيه إلى موضوع الطعون في التمديد التي سيتقدم بها نواب تكتل الإصلاح والتغيير. إلى ذلك، رفع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سقف إنكار شرعية التمديد للمجلس، ولم يظهر أي استعداد للتعامل بمرونة مع موجبات هذه الخطوة. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن النواب يفتعلون الفراغ في سدة الرئاسة الأولى في لبنان لخدمة أهداف ومآرب شخصية وفئوية داخلية وخارجية، ويمعنون في مخالفة الدستور بعدم انتخاب رئيس للبلاد. كلام الراعي جاء خلال افتتاح أعمال مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في دورته العادية 48 في بكركي برئاسة البطريرك الراعي بعنوان العائلة المسيحية في لبنان واقعها ورسالتها وخدمة الكنيسة، حيث يعالج المشاركون واقع العائلة من ناحية القوانين المدنية المختصة. إن اللبنانيين المنتشرين متألمون للغاية ونحن مثلهم، ومجروحون في كرامتهم الوطنية، ويقبحون أصحاب السلطة السياسية وبخاصة النواب الذين يخونون مسؤوليتهم الوطنية بافتعال الفراغ في سدة الرئاسة الأولى في لبنان لخدمة أهداف ومآرب شخصية وفئوية ومذهبية داخلية وخارجية، والإمعان في مخالفة الدستور بعدم انتخاب رئيس للبلاد، وبنشر شريعة الغاب واستباحة الفلتان في المؤسسات، والفساد في الإدارات العامة والمال العام، والاستيلاء الفئوي والمذهبي على المرافق العامة وقدرات الدولة. ويشارك في أعمال الدورة رئيس أساقفة فيينا مع مجموعة من المشرعين الكاثوليك الدوليين من مختلف القارات الذين جاءوا للاطلاع على أوضاع المسيحيين في بلدان الشرق الأوسط لا سيما لبنان. ومن مصر، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه لا بد من إقامة نظام سياسي قادر على الاستيعاب والنجاح في المواجهة القائمة بين الاعتدال والتطرف، وأن الغلبة ستكون لصالح الاعتدال. من القاهرة شريف فؤاد.
في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى مصر اجتمع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، يرافقه وفد أمني لبناني. المشنوق أكد الحرص على زيارة المرجعية الدينية الكبرى كرمز للاعتدال في العالمين العربي والإسلامي. تحدثنا عن ضرورة استمرار ومزيد من التعاون بين المؤسسة الدينية العظيمة والقادرة التي يترأسها مولانا الشيخ الأزهر وبين لبنان الذي نحتاج لعلمه وفقهه ولبركته ولاعتداله. وتحدثنا أيضا عن المؤتمر الذي سيعقد في 3 ديسمبر في القاهرة، والوفد اللبناني هو أكبر وفد بين الحاضرين لدعم الاعتدال ومواجهة التطرف والتكفير. الزيارة شهدت لقاء موسعا مع وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، حضره وفد أمني عالي المستوى من الجانبين للتنسيق بين البلدين في قضايا عدة. زيارة لمصر لها عدة جوانب، الجانب الأول التعاون الأمني وتبادل المعلومات والتشاور السياسي. كان المشنوق قد بدأ زيارته إلى مصر بلقاء مغلق مع مدير المخابرات المصرية الوزير فريد التهامي لبحث التطورات في المنطقة والأخطار المحدقة بالأمة العربية وسبل مواجهتها. فيما تموج المنطقة بكثير من المتغيرات وتواجه تحديات عدة، جاءت زيارة الوزير نهاد المشنوق إلى مصر في وقت رأى المراقبون أنه الأنسب لتشكيل موقف عربي موحد يواجه قوى التطرف والإرهاب. شريف فؤاد، تلفزيون المستقبل، القاهرة. تعليقا على كلام النائب ميشيل عون والذي قال فيه أنه كان سيحصل على أكثرية مريحة لو تمت الانتخابات النيابية، استنادا إلى استطلاعات تبين ارتفاعا لشعبيته في المناطق المسيحية، اكتفى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالقول للمستقبل: يبدو أن الجنرال استحصل على استطلاعاته من وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء. وأردف جعجع: أما فيما العالم الواقعي فتبدو المؤشرات واضحة من خلال الانتخابات الطلابية في جامعتي الأيو والأنديو، حيث حقق طلاب القوات وبالقانون النسبي انتصارا جليا لا لبس فيه. يلف الغموض والتكتم الشديد ملف العسكريين المختطفين، ما يؤثر بشكل سلبي على الأهالي الذين يواصلون اعتصامهم في ساحة الرياض الصبح. 100 يوم مرت على اختطاف العسكريين من جرود عرسال، والأهالي ما زالوا يفترشون الطريق بانتظار الإفراج عنهم. 100 يوم والغموض يكتنف مصير الأسرى. هنا في ساحة رياض الصلح الجميع يشعر بالقلق، ولا تخفف التطمينات من منسوب التوتر لدى الأهالي الذين يصرون على معرفة تفاصيل المفاوضات. إذا بدنا نفوتوا ملفات على أولادنا، نحن أولادنا عسكري ومخطوفين بلبنان، وولادنا غير الملفات الباقية كلها سوا، بنتمنى على دولة الرئيس ياخذ البند الاولاني ويطالع سجناء اللي صار لهم 10 سنين حاطينهم بدون محاكمات. نحن ما بيعنينا الامر. عم نلاقي انه في مماطلة، صار لنا 4 5 ايام ما عارفين شيء، اجى الوفد القطري او ما اجى الوفد القطري، ردوا او ما ردوا، نحن غايبين عن السمع نهائيا. نحن مع التكتم اللي بيخدم مصلحة هؤلاء الأبناء، بس التكتم مش على الأهالي، المفروض إنه حدا من الأهالي يفهم شو عم يصير. إذا مشي المفاوضات ب3 أشهر و11 يوم كانت خلصت، يعني هي لو حتى عم تمشي على مهلها كانت خلصت. تاني شيء ما بعرف أنا هني عشو عم يتكتموا، إذا في بيانات عم تنزل وفي تقارير عم تنزل. يوميا يتكرر المشهد ذاته، منهم من لا يغادر خيمته في ساحة رياض الصلح إلا للضرورة، وآخرون يأتون كل صباح من مختلف المناطق، يمضون نهارهم باستقبال من يأتي من الصحفيين اللبنانيين والأجانب والجمعيات الإنسانية، واجتماع شبه يومي لمناقشة التطورات. ومن قبيل الصدفة أن نعلم من خلال صرخة والد الأسير ميمون جابر أن الرئيس سعد الحريري يهتم بأهالي العسكريين وبما يحتاجونه. لو في عندنا نحن شعب حي بهالبلد كان بيعمل مظاهرة، بيروح بيجيب الشيخ سعد الحريري بنسبه هو رئيس حكومة. هذا الرجل هو الرجل اللي بيخلص هالبلد من المحنة هذه كلها سوا، كل المطمرين علينا ونقول نحن مش قاعدين هون، قدامنا ليك الشوادر، قدامنا كل شيء عم ننام، الغرف، كل شيء عم يقدمه لنا الشباب، هو الشيخ سعد الحريري الله يطول عمره، ونحن بنشكره، بنشكر ست بهي الحريري كمان. الأيام تجري والأهالي صامدون، ولكن السؤال إلى متى؟
جديد أضيف إلى هموم اللبنانيين عبر تكديس الفواتير المرتفعة للكهرباء بسبب عدم التدقيق في احتساب الشطور الذي يستفيد منه ذوو الدخل المحدود. تقرير سلمان العنداري. ربما أتفاجأ أن تكون الفواتير كثيرة عالية. انتظر أبو أحمد جاب الكهرباء منذ 4 أشهر ولم يأتي، فتكدست الفواتير والأعباء الإضافية عليه كما على المواطن اللبناني. لهذا الواقع أسبابه المتراكمة، أبرزها استمرار إضراب المياومين، ما دفع بالمواطنين إلى التعبير عن خشيتهم من دفع هذه الفواتير مرة واحدة. طبعا بنخاف أنه يتراكم، لأنه ما معنى نقدر نسكر، أنت عارف الميزانية كلها بتتخربط. بيتراكموا بجمعوا لك إياه هون بفاتورة واحدة 200-300 ألف، بقولوا لك تعال ادفع، وما دفعت بيروحوا بيقطعوا الكهرباء وما حندفع. هلا اضطر انه تقسطهم. بعتقد شي 3-4 أشهر صار لهم ما اجوا. بكره بيجيبوا لنا اياه قد ايه، واذا تخالفنا بوحده بيجوا بيشيلوا لك الساعه. طبعا كله عم يتراكم، وشايف الشعب وحاله البلد. لما الواحد بيدفع اول باول ما بقعد تحس فيهم. بتتراكم شو بدنا نعمل؟ بقسطون هن. صاروا شي 5-6 أشهر ما اجى جاب الكهرباء، واليوم صارت في اضرابات للميامين. وخايفين هلا ما تتراكم كل الفواتير علينا ونصير ندفعهم دفعه واحده. غياب الحلول في الوقت الحالي يطرح عددا من الاسئله بشان طريقه جبايه الفواتير في الاشهر المقبله. المشكله وين؟ بانه انت لما عم تجي تعطي هالفواتير هيدي لشركات موزعين الخدمات، مقدمين الخدمات عفوا، لحتى يحصلوا هالفواتير لصالح المؤسسه، عم تجي بتعطي المواطن عم تعطي 4 فواتير اضافه للفاتوره تاعت الشهر. يعني عم تحملوا أعباء حوالي 4 أو 5 فواتير. المطلوب أنا برأيي بهذا الخصوص أنه يتم التعامل مع هذه الفواتير الأربعة اللي هي السابقة، يتم التعاطي معها على طريقة المتأخرات. عادة كهرباء لبنان وقت اللي بيكون في متأخرات بتقسطها لصالح المواطن. حل ما في غيره، تطبيق القانون 462/2001، قانون تنظيم قطاع الكهرباء. بدون تطبيق هذا القانون سنبقى نعيش هذه الأزمات. وبحسب الحجار فإن سبب الأزمة يكمن في تلهي الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 2002 وحتى اليوم بالصفقات والمصالح الخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن الذي سيبقى رهينة الفواتير والأعباء الإضافية حتى إشعار آخر. وسط هذه الأجواء صعد المياومون تحركاتهم في عدد من المناطق مطالبين بالحصول على حقوقهم. هكذا بدا المشهد أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا. مياومو الكهرباء صعدوا تحركاتهم وقطعوا الطريق أمام المبنى بالإطارات المشتعلة نتيجة عدم استجابة المؤسسة لمطالبهم والمعاناة التي يواجهونها بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ 4 أشهر. هذا التحرك كان مماثلا عند المدخل الشمالي لمدينة صور الذي قطعه المياومون لبعض الوقت مطالبين بإقرار حقوقهم في التثبيت وصرف مستحقاتهم المالية. منطقتا راشية وبعلبك كذلك شهدتا تحركا للعمال المياومين الذين قطعوا الطريق الدولي عند مدخل دورس بالإطارات المشتعلة احتجاجا على قرار شركة كهرباء لبنان بفتح مراكز بديلة خارج المبنى المركزي في بعلبك، بالإضافة إلى إصدار فواتير التوتر المنخفض متوعدين بخطوات تصعيدية للوصول إلى حقهم في التثبيت في ملاك الشركة. وتتابعونا بعد الفاصل. انتشار ظاهرة التحرش الجنسي الإلكتروني. يوما بعد يوم تتكشف ارتباطات حزب الله بما يسمى بالجرائم المنظمة في العالم. هذه الارتباطات تشكل جزءا من مصادر تمويل عملياتها العسكرية في الداخل والخارج. التقرير لربيع شنطف. مجددا تخرج إلى العلن مستندات تؤكد أن حزب الله يغرد خارج سرب الحدود اللبنانية ويصل بتحليقه إلى ما وراء البحار. فقد كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن للحزب علاقات وثيقة مع المافيا في بلاد البن. صحيفة أوغلوبو البرازيلية أكدت وفق مستندات تحقيق شرطية أن حزب الله يتعاون منذ العام 2006 مع عصابة بريميرو كوماندو دي لا كابيتال المعروفة اختصارا بأحرف بي سي سي.
ووفقا لهذه المستندات فإن عصابة بي سي سي وفرت الحماية لأعضاء في الحزب مسجونين داخل سجون خاضعة لسيطرة العصابة مقابل إمداد الحزب لأفراد العصابة بالسلاح. وبيّنت المستندات أن التعاون بين الجانبين تركز في البرازيل والأرجنتين والباراغواي، وصفة هذا التعاون بأنه وثيق ودائم. تورط حزب الله بأعمال تقرب أن تكون أو أن تشبه بالجريمة المنظمة أمر منه جديد، يعني أمر بالآخر يعود إلى لربما حسب الدراسات أواسط الثمانينات. هي المنطقة الشهيرة منطقة الحدود المثلثة بين الأرجنتين والباراغواي والبرازيل، هي خلينا نقول الملاذ الآمن لهذا النوع من النشاطات. فنزويلا عندها وضع السياسي ما يجعلها كمان قاعدة خلفية أخرى. السلطات البرازيلية تجري تحقيقات في ضلوع أعضاء من حزب الله في تجارة مخدرات واردة من الولايات المتحدة. ضلوع الحزب في إنتاج المخدرات والإتجار بها ليس جديدا وفق ما تؤكده التحقيقات في لبنان وفي بلدان عدة. وفي هذا الإطار يدخل تورط حزبيين بفضيحة الكبتاجون، ومن بينهم شقيقا نائب الحزب حسين الموسوي. أعلن الجيش اللبناني عن تفكيك عبوة ناسفة داخل سيارة من نوع فان متوقفة على طريق الجمال عرسال. وقال بيان مديرية التوجيه إنه بعد الاشتباه بالسيارة فرض طوق أمني قبل حضور الخبير العسكري الذي قام بالكشف عليها، فتبين أنها تحتوي على عبوة ناسفة زينتها كيلوغرامان موصولة بفتيل صاعق وبطارية 9 فولت وجهاز تحكم عن بعد، عمله على تفكيكها ونقلها إلى مكان آمن. أمنيا أيضا أطلق أمس سراح المواطن أحمد خالد الحجيري الذي كان خطف منذ 3 أسابيع على طريق رياق، وقد تسلمه النائب جمال الجراح، فيما يبقى 2 من عائلة الحجيري لدى الخاطفين. تنتشر في الفترة الأخيرة عمليات تحرش جنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فكيف تحصل هذه العمليات وكيف نحمي الأطفال والمراهقين منها؟ تقرير مع حطيط. عملية ابتزاز عبر الانترنت تطال أكثر من 50 قاصرا في صيدا، خبر لم يعد مفاجئا في ظل انتشار عمليات الابتزاز والتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم يقول إن هذا النوع من العمليات في تصاعد، وهو لا يستثني منطقة أو فئة. يعني الشخص عادة بيظهر بشكل امرأة ويبتز الآخرين أنه يا إما امرأة، يعني للفتيات كان أنه أنا فتاة من عمرهم صديقة لإلهم بلشت تحكي وهون دخل الابتزاز، أو لا فيما يتعلق بالرجال امرأة جذابة وتحاول ابتزازه من خلال خلع ملابسهم وتصويرهم، وبعدين بيتحول بقول بعدين بيبين أنه أنا رجل وإذا ما بتدفع أموال أو تؤدي شرط معين أنا بدي أنشر هذا الخبر أو بدي أخبر والدك إذا كانوا قصار. يعني من يومين تقريبا بصيدا تم توقيف أحد الجنات يلي كان عم يبتز عدد من 2000 القصار، وفي أشخاص يعني كان 2 أو 2.5 سنين كان عم يبتزوا لطفل لحدث، لا قدر هذا الشخص خبر والده تبلغه، وعند إبلاغنا فورا دخلنا ووقفنا الجاني. أما المطلوب فهو مراقبة فعلية من قبل الأهالي للمواقع والأحاديث التي يجريها الأحداث عبر مواقع التواصل، وطبعا التبليغ عن هذه الحالات للأهل أو للقوى الأمنية مباشرة. طلب من جميع المواطنين أو شيء عدم تصوير حالهم، تصوير أجسادهم بأي صورة من الصور، وعند يعني خضوع لأي ابتزاز فورا الإبلاغ. يعني هون الأهل دائما الانتباه للأولاد. في عنا عبر موقع التواصل الاجتماعي مواقعنا، عبر تويتر عم يبلغونا، عبر الفيسبوك، يعني في عنا تويتر @lab_isf كتير مواطنين عم يحكونا أنه وقعنا هيك وبعثوا لنا صور في شخص عم يبعث لنا. وفي ظل غياب أحكام قضائية للجرائم المعلوماتية حتى اللحظة، فالأمر متروك للقضاء الذي غالبا ما يستند إلى نص العقوبات للحكم على المتحرشين والمبتزين. الصباحية مستمرة وفيها بعض الفاصل.
لا يزال التوتر الأمني يخيم على عدد من الأراضي المحتلة، وفي رد فعل جديد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، نفذ فلسطينيان عمليتي طعن في كل من الضفة الغربية المحتلة وتل أبيب، فاستشهد الأول بنيران شرطة الاحتلال واعتقل الآخر بطريقة وحشية. في حادثين منفصلين أقدم فلسطينيان على تنفيذ عمليتي طعن في كل من الضفة الغربية وتل أبيب، ما يعكس حال التوتر الذي يعيشه الشارع الفلسطيني على خلفية التعديات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة. ففي مستوطنة غوش عطسيون بالضفة تحدثت أنباء عن مقتل مستوطنة بعد تعرضها للطعن إلى جانب اثنين آخرين على يد فلسطيني استشهد بعدها برصاص حارس أمن إسرائيلي. ويأتي هذا الحادث بعدما أقدم شاب فلسطيني يدعى نور الدين أبو حاشية من مدينة نابلس على طعن جندي إسرائيلي في محطة للحافلات في مدينة تل أبيب. وقد أعلنت الشرطة اعتقال الشاب الفلسطيني فيما أظهرت لقطات فيديو عملية تنكيل وحشية بحقه لحظة القبض عليه، وقد بدا الشاب جالسا على مقعد من دون أن يحرك ساكنا، فيما يصوب أحد أفراد شرطة الاحتلال مسدسا باتجاهه، ويقوم آخر بركله، وثالث بإلقاء حقيبة على رأسه إلى حين دفعه على الأرض. كثف تنظيم داعش الذي أرسل المزيد من التعزيزات إلى مدينة عين العرب كوباني قصف محيط معبر مرشد بنار، بينما شنت طائرات التحالف عشرات الغارات على مواقع التنظيم. كما واصل طيران النظام السوري غاراته العنيفة على نوى وطفص بريف درعا وبلدات بريف حماة الشمالي موقعا قتلى وجرحى. بعد يوم ساخن شهدته مدينة عين العرب كوباني، واصلت طائرات التحالف الدولي غاراتها على المدينة والمناطق المحيطة بها، حيث شنت غارات على محيط حي عرب بنار شرق المدينة. كما شنت طائرات التحالف غارة بصاروخين استهدفا تجمعا لآليات تنظيم الدولة عند قرية قية زور آفا غرب مدينة كوباني، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي القوات المشتركة المتمركزة في سوق الهال ومسلحي تنظيم الدولة المتمركزين في تلة عرب بنار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وعلى المقلب الآخر من سوريا، واصل طيران النظام السوري غاراته العنيفة على نوى وطفص بريف درعا وبلدات بريف حما الشمالي موقعا قتلى وجرحى، في وقت أسقط تنظيم الدولة طائرة ميج 21 تابعة للنظام في ناحية عقيربات بريف حما عندما كانت تنفذ غاراتها. هذا ودارت اشتباكات عنيفة حول جسر زملكا قرب دمشق بين قوات النظام وفصائل المعارضة بهدف السيطرة على هذا الجسر الاستراتيجي. إلى ذلك استهدف الطيران المروحي التابع للنظام بلدة جبلة في ريف إدلب الجنوبي شمال سوريا ببرميلين متفجرين، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات. أبدى رئيس النظام السوري بشار الأسد استعداده لدراسة المبادرة التي طرحها المفد الأممي ستيفان دي مستورا والمتعلقة بتجميد القتال في حلب. وقال خلال لقاء بينهما في دمشق إن مبادرة دي مستورا جديرة بالدراسة وبمحاولة العمل عليها من أجل بلوغ أهدافها التي تصب في عودة الأمن إلى مدينة حلب. كشفت وزارة الداخلية العراقية أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي نقل إلى داخل سوريا للعلاج بعد إصابته بجروح خطيرة في الغارة الجوية التي شنتها طائرات التحالف الدولي على قضاء القائم غرب الأنبار، وأدت إلى سقوط 40 قتيلا وجريحا من قادة وعناصر التنظيم. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. وبخاصة النواب الذين يخونون مسؤوليتهم الوطنية بافتعال الفراغ في سدة الرئاسة الأولى في لبنان. الراعي يهاجم معطلي الانتخابات الرئاسية لخدمة مصالح خارجية وشخصية. بكرة بيجيبوا لنا اياه قد ايه، واذا تخالفنا بوحدة بيجوا بيشيلوا لك الساعة. فوبيا فواتير الكهرباء المتراكمة تقلق المواطنين بشأن آليات الدفع وكيفيته. عمليات طعن في تل أبيب والضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يقتل فلسطينيا ويعتقل آخر بوحشية.
نهاية النشرة، إلى اللقاء.